بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول. هذا الموضوع هو التفكر في خلق السماوات والأرض. الأصل في هذا الموضوع قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون والكون ما سوى الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. نقف عند كلمة ويتفكرون. الفعل الماضي يدل على حدث وقع، والفعل الأمر يدل على حدث لم يقع، يقع بعد الأمر، لكن الفعل الماضي يدل على الاستمرار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فالتفكر هو العبادة الأولى، لأن التفكر طريق معرفة الله، وأصل الدين معرفة الله. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. حينما يعرف المسلمون الأمر ولم يعرفوا الآمر يقصرون في طاعة الآمر، وهذه مشكلة العالم الإسلامي الأولى. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة جداً أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بهذا العقل، والعقل أعقد شيء في الكون، في الكون، يعني هذا العقل عاجز عن فهم ذاته. من الأبحاث العلمية أن في الدماغ 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد، وعلى القشرة 14 مليار خلية قشرية فيها المحاكمة، وفيها التصور، وفيها القرار، وفيها الاستنباط، وفيها التخيل إلى آخره. العقل البشري أعظم شيء في الكون، بل هو عاجز عن فهم ذاته، بل إن العباقرة الكبار لم يستخدموا من إمكانات العقل البشري إلا الجزء اليسير. أيها الإخوة، هذا العقل جهاز استشاري جاهز. يعني تصور إنسان باع بيته بثمن فلكي ولكن بالعملة الصعبة، وفي جيبه جهاز يكشف له العملة المزورة إلكتروني، يضع الورقة النقدية عليه في لون على الشاشة، إذا كان العملة أصلية في معها معدن يظهر لون، وإن كان العملة مزورة يظهر لون آخر، وفي جيبه الثاني أرقام العملات المزورة، فباع بيته بثمن باهظ بعملة أجنبية ولم يستخدم هذا الجهاز،
ولم يقرأ أرقام العملات، ففوجئ بعد حين أن العملات كلها مزورة. ذنبه هو سببه. أيام الإنسان يمشي مع التيار العريض، يتعامل كما يتعامل الناس، يفعل كما يفعلون، ينحرف كما ينحرفون، يغفل كما يغفلون، وفي معه جهاز استشاري يعينه على معرفة الصواب، وفي معه قرآن، معه منهج يبين له الخطأ من الصواب. لم يستخدم عقله لمعرفة الخطأ من الصواب، ولم يستخدم الورقة التي في جيبه الأخرى. فلذلك العقل أكبر عطاء إلهي، لكن مع الأسف الشديد هذا العقل استخدم للدنيا فقط. لكن بادئ ذي بدء هناك دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. ما الحق؟ ما جاء بالوحي من عند الله، أو ما جاء بالنقل الصحيح، إما قرآن أو حديث صحيح، هذا الحق، ما جاء به النقل الصحيح، وقبله العقل الصريح. معنى الصريح أي العقل المجرد عن الهوى، ليس العقل التبريري. حينما تأتي دولة قوية إلى بلد في الشرق الأوسط وتقتل المليون وتعيق المليون وتشرد الخمس ملايين وتهدم كل شيء وتقول جئنا من أجل الحرية والديمقراطية، هذا عقل تبريري ساقط. لذلك الحق ما جاء به النقل الصحيح، وقبله العقل الصريح غير التبريري، وارتاحت إليه الفطرة السليمة، وأيده الواقع الموضوعي. لأن الواقع خلق الله، ولأن النقل الصحيح وحي الله، ولأن العقل الصريح مقياس أودعه الله فينا، ولأن الفطرة مقياس نفسي يكشف لك عن خطأك. فالحق في الأصل هو الله، أما الفكرة الصحيحة، الفكرة التي هي حق، ما جاءت عن طريق الوحي، وقبلها العقل، وارتاحت إليها الفطرة، وأيدها الواقع الموضوعي. أيها الأخوة، الفكرة الدقيقة جداً أن هذا العقل أعطاك الله إياه كي تعرفه، فإذا عرفته سعدت وسلمت في الدنيا والآخرة. فاستخدم الإنسان هذا العقل من أجل دنياه فقط. فلذلك لابد من تقديم مثل. الآن في حواسيب معقدة جداً وغالية جداً، وقد يصل ثمنها إلى 50 مليون. هذا الحاسوب تضع عليه قطرة من الدم، يعطيك 27 تحليل فوري فوري. فلو إنسان اشترى هذا الحاسوب ب50 مليون واستخدمه طاولة، ألا يحتقره بهذه الطريقة؟ طاولة بها الحجم، هو بها الحجم، حاسوب لتحليل الدم، كل قطرة دم تعطي 27 تحليل فوري. وإذا في 100 شخص عم يستنوا ينتظرون، كل واحد 10,000، 5,000. هذا العقل أو هذا الحاسوب بيقدم أرباح مذهلة فلكية، وثمنه 50 مليون، استخدموا طاولة. شيء آخر، ورقة على الطاولة طويلة بيضاء، هي شيك ب1,000,000,000، بس على ظهرها
أم ظن صاحبها ورقة عادية فكتب عليها بعض الحسابات ثم مزقها في المهملات، ثم اكتشف بعد حين أن هذه الورقة هي شيك بألف مليون دولار. كم يتألم! هذا العقل أودعه الله فينا كي نعرفه، فإذا عرفناه سلمنا وسعدنا في الدنيا والآخرة. أما الإنجازات التي قدمها العقل شيء لا يصدق. تركب طائرة على ارتفاع 40-50 ألف قدم، المقاعد وثيرة، تغدو بعد حين سرير كامل، الجو مكيف، يقدم لك الطعام والشراب أمام قنوات، أمام صحف ومجلات، وأنت على ارتفاع 40 ألف قدم والسرعة 1000 كيلومتر بالساعة. هذه الطائرة من إنجاز العقل البشري. أخواننا الكرام، في شيء دقيق، الحاسوب رفع الدقة من 1 لمليون، خفض الجهد من 1 مليون لـ1، اتطور من دراجة إلى روز رايز، هبط سعره من روز رايز إلى دراجة، يعني بضغطي على بعض الأزرار يقدم لك معلومات تفوق حد الخيال. يعني أنا عندي شريحة، صدقوا، حجمها أقل من 4 ميلي 5 ميلي، بتسع 40 ألف صفحة. الآن في إنجازات شيء لا يصدق. الآن عندي مجلة ألمانية فيها صورة للأرض من القمر، الأرض كما هي كرة، في عليها مربع صغير جداً، المربع كبر في صورة ثانية فإذا هو أمريكا الشمالية. على هذه الخارطة مربع صغير جداً كبر في الصورة الثالثة فإذا هو فلوريدا، على هذه الصورة مربع صغير جداً كبر في الصورة الرابعة فإذا هو ساحل في فلوريدا، عليه مربع صغير كبر في الصورة الخامسة فإذا هو ميناء وحقل مرج، وعليه نقطة، النقطة كبرت في الصورة السادسة فإذا إنسان مستلقي على قماش ومعه قصة يمكن أن تقرأ عنوانها، وفي صحن تفاح إلى جنبه. هذه الصورة من القمر، وأيام بيكتبوا ممنوع التصوير. نعم، هذا العقل البشري يلي صنع هذه الآلات. الآن في آلات تريك من 17 كيلومتر نقطة تتحرك، قبل 8 كيلومتر ترى الشخص كما هو، من 8 كيلومتر بس حقها 500,000 من الآلة. هذا العقل البشري قدم أشياء مذهلة. يعني مثلاً المحمول، إنسان معه قطعة في جيبه يتصل بأمريكا، بأستراليا، بأي إنسان بالعالم كأنه أمامك. ما هذا الإنجاز؟ أخواننا الكرام، أشعة الليزر تقيس المسافة بين الأرض والقمر بالمليمترات، تذهب أشعة وتعود. يستخدم هذا الجهاز المهندسون، يقف بمكان يرسل أشعة تذهب وتعود لك 43 متر و530 ميلي بالضبط. الإنجازات التي ترونها بأعينكم، ركبت قطار بفرنسا سرعته 350 كيلومتر، قطار من مركز باريس إلى مركز ليون. إذاً العقل البشري لما وظف في شؤون الدنيا قدم إنجازات مذهلة، وهذه الإنجازات هي 1 بالمليار من طاقاته. وقد أودع الله فيك العقل كي تسلم وتسعد في الدنيا والآخرة، فاستخدمه الإنسان من أجل مصالحه فقط. أيها الإخوة،
يعني الآن أو قديماً إرسال رسالة من المدينة إلى بغداد شهرين، الآن تستخدم الفاكس تكتب رسالة إلى أقصى مكان في العالم، إلى الأزكى، بثانية واحدة تكون الرسالة هناك بالفاكس. بس نحن أشياء ألفناها، بس أنت حينما تألفها، يعني أنا أسافر أحياناً معي لابتوب صغير في موسوعة فيها 10,000 كتاب، 200 كتاب تفسير، كتب الحديث كلها، كتب الفقه كلها، المعاجم كلها، كل الكتب في هذا النوتبوك الصغير. أنت بتسافر معك 10,000 كتاب، والبحث يتم بدقائق، والنصوص مضبوطة بالشكل. يعني شيء، الإنجازات التي نعيشها الآن العقل لا يصدقها، هي من إنتاج العقل. أما أنا والله حينما أرى إنجازاً عظيماً أنا أسبح الله بهذا الإنجاز. لماذا؟ يعني نحن القرود صنعوا طائرة، يقول لك الإنسان أصله قرد، مع أنه أنا آمنت بهالنظرية بس معكوسة، أنه كان إنسان صار قرد هلأ. القرود صنعوا طائرة، ركبوا البحر، ذهبوا إلى القمر، غاصوا أعماق البحار، الآن في سفن أو غواصات تصل إلى خليج مريانا في المحيط الهادي، عمق هذا الخليج أعمق نقطة في البحر 12 كيلومتر. فإنسان راكب مركبة مصفحة وفيها شاشات وفيها نوافذ وفيها إضاءة شديدة يرى قاع البحر. أيها الأخوة، طبعاً الحديث عن المنجزات لا ينتهي، أما أنا والله هذه الإنجازات تزيدني تعظيماً لله، إنه الإنسان أعطاه عقل. تركب طائرة، ركبت رحلة من باريس إلى سان باولو، 13 ساعة بالفضاء، 13 ساعة 400 راكب يأكلون ويشربون وينامون فوق بالجو، ففي تطور شديد. وأنت تفتح القرآن الكريم تقرأ قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، كمل: ويخلق ما لا تعلمون، لأنه كلام الله. لذلك أيها الأخوة، أنت بالإمكان أن تصل بهذا العقل إلى أعلى درجة في الدنيا والآخرة لو فكرت في خلق السماوات والأرض وعرفت الله. إنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفة الله فاتك كل شيء، والله أحب إليك من كل شيء. لكن قد يقول أحدهم: هؤلاء العلماء الكبار لما لم يؤمنوا؟ والجواب الدقيق: بعضهم آمن، أينشتاين آمن. ماذا قال؟ في كتاب أحتفظ به يقول هذا العالم الذي جاء بالنظرية النسبية: كل إنسان لا يرى من هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. هذا كلام أينشتاين. داروين ما آمن، داروين قال: لا، هذه المخلوقات تطورت من مخلوقات وحيدة الخلية إلى الإنسان، وجاء بهذه النظرية، والآن ثبت بالدليل القطعي من معظم العلماء الغربيين أنها باطلة، لأنه ادعى أن الفأرة تأتي من الخرق البالية، وأن الضفدع تأتي من الوحل، شيء مضحك، وأن الدود يأتي من اللحم المتفسخ، أنه هي مادة أصبحت كائن حي، والعلم طبعاً أثبت بطلانها وسخر منها. لكن أقوى دليل على بطلان هذه النظرية أنه حينما يتوهم أنه في تطور بالمخلوقات، إذاً لابد من مخلوق مرحلي. بالمستحسات وجدوا
أن هناك أحافير لحيوانات عاشت قبل 530 مليون عام كما هي الآن تماماً، أحافير في المستحاثات فيها صور حيوانات عاشت قبل 530 مليون عام، وهذه الحيوانات أو الطيور كما هي الآن تماماً. هذه النظرية باطلة، سقطت. ومع الأسف الشديد هناك بعض الدول الإسلامية تدرس هذه النظرية، لكنها مريحة. نظرية تؤكد أنه ما في خالق، لذلك الطغاة حينما يبيدون الشعوب يرتاحون بهذه النظرية. أما حينما تعلم أن هناك إله سيحاسبك بتعد للمليون قبل أن تؤذي مخلوقاً. أيها الإخوة، يعني وكالة الفضاء ناسا عرضت صورة بموقعها الإلكتروني لوردة لا تشك للحظة واحدة بأنها وردة جورية، وردة جميلة جداً بأوراقها الحمراء الداكنة، بوريقاتها الخضراء الزاهية، بكأسها الأزرق في الوسط. مكتوب تحت هذه الصورة: صورة انفجار لنجم اسمه عين القط يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. نحن اتفقنا قبل حين أنه 4 سنوات ضوئية لو في طريق إلى هذا النجم تحتاج أن تقود مركبتك 50 مليون عام، هذا النجم بعد عنا 3000 سنة ضوئية. تفتح القرآن يقول الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بيقول رائد الفضاء بعد أن تجاوز طبقة الهواء البالغة 65,000 كيلومتر، قال: لقد أصبحنا عمياً، لأنه انعدم انتسار الضوء. انتسار الضوء ظاهرة فيزيائية في الضوء، يعني لا بد من شرحها بوقت آخر إن شاء الله. فقال: لقد أصبحنا عمياً. تفتح القرآن الكريم: ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا القرآن من عند خالق الأكوان، والدليل الإعجاز العلمي. نعم، مثلاً بيننا وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، يقطعها الضوء في مسافة قليلة جداً، هي 4 سنوات ضوئية. لكن لو ترجمنا هذا المصطلح إلى كيلومترات، يقطع الضوء في الثانية 300,000 كيلومتر، في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في العام ضرب 365، بـ4 أعوام ضرب 4. هذا الرقم لو معك مركبة وسرعتك 100، أسمو على 100 كم ساعة بدك؟ أسمو على 24 كم يوم؟ أسمو على 365 كم سنة؟ من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب تحتاج إلى 50 مليون عام. هذا النجم 4 سنوات، نجم القطب 4000 سنة، المرأة المسلسلة مليونات سنة ضوئية، نجم حديث 24 مليار سنة ضوئية. هذا الكون يدل على الله. الشمس أكبر من الأرض بـ1,300,000 مرة، يعني يدخل إلى جوف الشمس 1,300,000 أرض، وبينهما 156 مليون كيلومتر، وفي ببرج العقرب نجم اسمه قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أيها الإخوة، العين، الآلات التصوير هي احترافية ورقمية، يعني ديجيتال. هذه الآلة فيها بالمليمتر مربع 10,000 مستقبل ضوئي، أما بالعين البشرية في بالمليمتر مربع من الشبكية 100 مليون مستقبل ضوئي.
وماء العين فيه مادة مضادة للتجمد، حتى إذا كنت بمكان بارد ما تتجمد العين. نعم، الله فتح بين الأذينين ثقب، كشفوا عالم فرنسي اسمه بوتال، هذا الثقب يلغي الدورة الدموية الصغرى، إنه بالبطن ما في هواء ولا في تنفس، في رئتين بس معطلتين. عند الولادة شوف تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب، يد من؟ وأنت نايم غارق في النوم بيتجمع اللعاب بفمك، تذهب رسالة من الفم إلى الدماغ، اللعاب ازداد، يأتي أمر من الدماغ يأمر لسان المزمار بإغلاق مجرى الهواء وفتح مجرى المعدة، تبلع ريقك وأنت نايم، وأنت نايم بينضغط قسم من جسمك تحت الهيكل العظمي، في مراكز ضغط بتبلغ الدماغ ضغطنا، بيجي أمر من الدماغ تقلب مرة على اليمين مرة على اليسار حتى ما توقع مع التخت، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هي آيات، يعني الطفل الآن يلد لولا أنه مزود بآلية معقدة جداً تأتيه مع الولادة من دون تعلم، هي منعكس المص، ما كان فيها الدرس، ولا كان في دمشق ولا سوريا ولا في إنسان بالأرض. الآن الطفل يلد فوراً يمص ثدي أمه. أيها الأخوة، المشكلة أن الإنسان إذا لم يعمل فكره في هذا الكون العظيم يبقى غافلاً عن الله عز وجل. إنجازات العقل البشري الآن، البشري بتقدم لك أموال طائلة أو منصب رفيع أو متعة ساقطة بالغة، بس ما في إنجاز الآن للعقل البشري متعلق بالآخرة. أما الأنبياء استخدموا عقولهم ثم جاءهم الوحي في معرفة الله فسعدوا وأسعدوا وسلموا وسلم من تبعهم. شيء ثاني، الدنيا لها سقف، يعني قد ما كنت غني على كم سرير بتنام وكم ثياب بترتدي؟ إذا واحد غني بيرتدي يعني جاكيت بأربع أكمام كله كمين، بتلاقي سقف الدنيا لها سقف، قد ما اغتنيت في سقف، أما الآخرة ما لها سقف. فلو أعملت عقلك في الدنيا، هالدنيا تعطيك مال أو مكانة أو شيء آخر، هذه الأشياء محدودة، لذلك المؤمن استخدم عقله لمعرفة الله فسلم وسعد في الدنيا والآخرة. آخر حديث، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.